آليات العمل يستمر عملها بكل جد واجتهاد، وهي تسعى لتحقيق الحلم، حلم وصول مياه الشرب لمدينة القضارف من خزان سيتيت وعالي عطبرة، تحل جذري لما تعانيه المدينة وأحوالها في الحصول على مياه الشرب. أعمال الحفر والتركيب تمضي وتكاد تصل إلى نهايتها في بعض المواقع في إنجاز كبير لهذا المشروع الضخم. هذا المشروع الحلم لمدينة القضارف، كان في السابق تعاني مدينة القضارف من المصادر الرئيسية للمياه، وبإنشاء سد عالي عطبرة توفر المياه الكافية للمشروع. وهذا المشروع ينقسم لجزئين، الجزء الأول هو الجزء الخاص بوحدة تنفيذ السدود، يبدأ من الخزان ويشمل المحطة الرئيسية، محطة المعالجة، ثم الخط الناقل ومحطة تعزيز الضخ البوستر في الرواجدة وخزان العلوية الشمالياب، ثم خزان الجيش للتوزيع للشبكة الداخلية. هذا المشروع الآن قطع شواط جميلة جدا جدا في التنفيذ، والمحطة الآن محطة المعالجة وخزان الشمال وخط الناقل وصل إلى 88% في التنفيذ. نحن الآن في موقع مهم جدا من مواقع الشبكة الداخلية لمياه القضارف، اللي هو منطقة خزان الجيش، ودي المنطقة اللي فيها التلاقي بتاع الخط الرئيسي الناقل من جبل الشمالياب لخطوط التوزيع الرئيسية للمدينة، وعددها 5 خطوط تتدرج من 630 ملي لحد 250 ملليمتر، ودي اللي بتعمل اللي بتواصل الامداد ما بين جبل الشمالياب وجبل الجيش. حقيقة الشبكة الداخلية لمياه القضارف اللي بتعتبر الحزمة الثانية في المشروع، كل المستهدف منها اللي هو حوالي 200 كيلو لخطوط رئيسية نواقل بيقول عليها اللي هو شبكة الإطار، بالإضافة لحوالي 1500 كيلو اللي هو خطوط 110 ملي 4 بوصة اللي هو شبكة التوزيع. بحمد الله تعالى حتى الآن اكتملت شبكة الإطار بنسبة 100% في الخطوط الناقلة اللي هو حوالي 200 كيلو، وجاري العمل في المنهولات اللي بتم فيها تشبيك هذه الخطوط أيضا بنسبة لا تتقل عن 90%.